المحاضرة زي ما أنت حكيت مناسبة اليوم العالمي للسرطان. بهذا اليوم كل دول العالم تجتمع وتحتفل بهذا اليوم وتعمل توعية، فإحنا فضلنا أنه نعمل توعية من نوع خاص لأنه من أسباب مرض السرطان اللي هي أنماط الحياة. فكان عندنا محاضرتين، محاضرة عن تغيير أنماط الحياة لنمط صحي أوكي من خلال الدكتور مهند دياب، والمحاضرة الثانية كان عن أهمية الرأي الثاني في مرض السرطان. نحن حاليا يعني ركزنا على موضوع الوقاية من مرض السرطان، ركزنا على عدة مواضيع، علاقة الأكل بالسرطانات، علاقة الحياة اليومية، الاستخدام للتليفونات للموبايلات، المايكروويفز، تحضير الأكل بالمايكروويفز، كل شيء حوالينا. فكرة الرأي الطبي الثاني اليوم هي النقطة الأساسية لحتى قدر الإمكان نقدر نتجاوز الخطأ الطبي الثاني أو الخطأ الطبي بشكل عام. طبعا الأرقام على مستوى العالم، أنا كل حديثي طبعا كان على مستوى العالم، الأرقام بتقول أنه 45% من العمليات الجراحية يمكن بيتم تجنبها بعد أخذ رأي طبي ثاني. بهذا السبب الأساسي لتلافي الخطأ الطبي لابد من وجود رأي طبي ثاني، والرأي الطبي الثاني طبعا دائما بيكون أفضل إذا بيكون حيادي ونيوترال، ماله مرتبط بتنفيذ العلاج نفسه.